آلاف الفلسطينيين في مدينتي غزة والضفة الغربية يخرجون في مسيرات ضخمة لإحياء يوم الأسير الفلسطيني للتضامن مع 4700 فلسطيني يقبعون في السجون الإسرائيلية، بينهم 120 اعتقلوا قبل توقيع اتفاقية أوسلو عام 93. أنا إلي 8 سنين ما شفتش أولادي، 8 سنين أم ما شافتش أولادي ولا بسمع عنهم إشي، لا في رسائل، كل 5 شهور لما بتصل رسالة، كل فيش اتصال، يعني غير أهل الطهف لما بزورهم بيطمنونا على أولادنا. الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية أحيوا يومهم على طريقتهم الخاصة، حيث رفض 2300 أسير وجباتهم اليومية، بينهم 1200 بدأوا إضرابا مفتوحا عن الطعام، كما أكدت السلطات الإسرائيلية.